معظم مشاكل الورد حله، وعشان تستنى سبته من تخطيط الصفحة، وبعدين نضغط على السهم الصغير ده اهو، وبعدين نروح على الورق ونفتح من هنا ونبدأ نفر من اهو، وهنختار A4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو في الوورد للإجابة على بعض الأسئلة وحل بعض المشاكل. أول سؤال الأستاذ ميدو حامد بيقول: لو سمحت عاوز أخلي وأثبت صفحة الوورد على A4 إزاي؟ لأن كلما أفتح صفحة جديدة تبقى على ليتر. هنفتح صفحة وورد جديدة ونشوف الوضع إيه. أنا ناشئ صفحة جديدة خالص أهي، هنشوف أنا كده الحجم الافتراضي عندي إيه هنا دلوقتي بالنسبة للوورد. أهو الافتراض هنا فعلاً ليتر أهي، أنا اللي ظبطتها يعني أهي. عشان نشوف بس المشكلة دي هتنحل إزاي. المشكلة دي تنحل منين؟ معظم مشاكل الوورد حله، وعشان تستنى ثبته من تخطيط الصفحة، وبعدين نضغط على السهم الصغير ده اهو، وبعدين نروح على الورق ونفتح من هنا ونبدأ نفر من اهو، وهنختار A4، وبعدين نضغط على تعيين كافتراضي، وبعدين هل تريد تغيير الاعدادات الافتراضية لاعداد الصفحة؟ تمام، هنقول له نعم. كده هنلاقي الصفحة هنقفلها اهي، او هنفتح ملف وورد جديد ونشوف الوضع اتغير ولا ما اتغيرش. تخطيط الصفحة بالنسبة للحجم بقى الافتراضي الحمد لله فعلا A4، يبقى دي حل لأول مشكلة. طيب في سؤال تاني: لو عاوز اعمل دائرة حول رقم، هنتكلم هنا على رسم الاشكال باختصار. لو انا عندي رقم هنكتب مثلا 9، وعاوز نعمل دائرة حوالين الرقم دي، هنيجي رايح على ادراج واشكال ونختار الشكل اللي انا عايزه. انا عاوز نعمل دائرة مثلا اهي، نيجي انا عامل الدايره كده، دي طريقه رسم الدايره. وبعدين نيجي رايح منهم من تعبئه الشكل نقول له بلا تعبئه. عاوز نخلي اللون نغيره بالنسبه للمخطط التفصيل او الحدود، ماشي. يبقى انا كده دلوقتي الدايره بالنسبه لي شفافه، وهتبين لي الرقم اللي تحته. لكن طبعا انا شايف ان الوضع الافضل انني نرسم الدايره جدي ونكتب داخل الدايره اصلا. يعني انا بعد ما نعمل ادراج للشكل، من ادراج واشكال ونجي راسم اني الدايره جدي، من غير ما نلمس اي شيء نجي كاتب الرقم على طول من لوحه المفاتيح اهو، نكتب داخل الدايره. عاوز بقى نغير اللون او نشيله خالص او نغيره لون تاني، مفيش اي مشكلة اهو. وادي لون الخط، وادي نغير الحجم بالمنظر دي، ونبدأ برضو نصغر ونكبر زي ما انا عاوز. ايه الميزة هنا بقى؟ ان الدايرة هتتحرك ومعاها الرقم داخلها بالمنظر دي، هنحطها في المكان اللي انا عايزه بدل ما نكتب الرقم لوحده ونعمل عليه الشكل. ولو حركت الشكل هيتحرك ويسيب لي الرقم مكان. وطبعا عندي اشكال عديدة جدا ممكن نستخدمها. اهو نفس المنظر برضو اهو. طبعا الطريقة دهية عن نفسي بنستخدمها في ترقيم الصفحات في الوورد. وهنيجي على اي صفحة في الديل بتاعها ونضغط مرتين،
ونيجي رايح على إدراج، وبعدين رقم الصفحة، وبعدين نقول له أسفل الصفحة، ونختار مثلا الرقم العادي ده بالمنظر ده كده، ونيجي جاي من إدراج، ونيجي رايح جاي بالشكل اللي أنا عايزه بالمنظر ده كده. هنا ما ينفعش نحط الرقم داخل الشكل، لازم نحط الرقم الأول في ديل الصفحة، وبعدين نحط عليه الشكل، وبعدين نحط الشكل بلا تعبئة بالمنظر ده كده. عاوز نسيب لون المخطط التفصيلي أو الحدود ماشي، عاوز نغير لونها مفيش مشكلة، وبعدين نجري على رأس وديل الصفحة ونبدأ نغلقه بالمنظر دي. هنلاقي أرقام الصفحات خدت لي شكل كويس بالمنظر دي. يبقى كده ديت أنا بنحط الشكل على الرقم في حالة مثلا لما نكون عاوز نعمل ترقيم للصفحات، ونحط للأرقام أشكال شكلها حلو أو شكلها كويس. يبقى دي السؤال التاني. بالنسبة للسؤال التالت للأستاذ حسن على صفحة الفيس، يعني بقول لي أنا وأنا بنعمل تظليل بنضغط كنترول وإيه ما بظللوش الصفحة. أنا اعتقدت طبعا إن لوحة المفاتيح مش مظبوطة، أو لوحة المفاتيح بايظة ولا غيره. قال لي لوحة المفاتيح مش لوحة المفاتيح سليمة، وأنا غيرتها والكلام ده كله. في طرق تانية للتظليل غير كنترول وإيه. أنا في ملف وورد كبير خالص أهو، أنا في الصفحة الرئيسية أهي، هنيجي رايح في الجزء اللي في الجنب ده أهو عند كلمة تحديد، ونيجي ضاغط على تحديد الكل أهو من بالماوس بالفارة، لا رحت يا إما لوحة المفاتيح ولا غيره، اتظلل لي الملف كله. طيب إيه مزايا التحديد من هنا؟ أنا هنا مزايا التحديد من هنا ليه مزايا عديدة جدا. أنا ممكن أحيانا يكون عندي شكل بالمنظر ده هو وقاعد نحدد فيه مش راضي، يعني نحدد يعني أول ما نضغط عليه المفروض يتحدد عشان نحركه ونعمل فيه أي شيء. طب الشكل ده ما بتحركش ليه؟ ونحركه منين؟ أو نحدده منين؟ من المكان ده هو. المكان ده أدي مزاياه، إن أنا هنضغط على تحديد ونقول له تحديد كائن. مجرد ما نروح نضغط على الكائن يجي متحدد معايا، خلاص انحلت المشكلة ونبدأ نحركه بالمنظر ده كده. طب الشكل دي ما كانش بيتحرك ليه؟ لأنه معمول خلف النص. أنا ممكن نحدده بطريقة تانية برضه، نضغط عليه كليك يمين، مجرد ما نضغط عليه يمين يتحدد معايا أهو. أهو بالمنظر ده كده. نبص بقى هنا كده لأدوات الصورة، هنلاقي محطوط في التفاف النص محطوط خلف النص، ودي طريقة ممتازة وطريقة جيدة جدا. ممكن لما نحط أي رسومات أو أي أشكال نحطها إن هي تبقى خلف النص، تقوم أولا صعب إن حد يحدثها أو يحركها من مكانها، ثانيا ما تأثرليش على النص. شوف أنا لو شديتها وديتها تحت النص مش هتأثر على النص ولا هتخلق لأي مشكلة. معظمنا بيعاني من وضع الأشكال والرسومات في مثلا في الوورد أو مع الكتاب. هنقول لكم بالمرة الأوضاع المختلفة. أنا هنا خلف النص أهو بيتحرك ورا الكتابة ما بيعملليش أي مشكلة أهو. ممكن نخليه أمام النص، بس طبعا أمام النص هيعمل إيه أهو بدليل الكتاب. طيب ممكن نخليه سطري مع النص، يخلق لي اكبر مشكله، ودي يمكن غالبيتنا لما يحط اشكال او رسومات في الوورد او مع كتابي يلاقي المشكله دي، اللي هي ايه؟ يجي يحرك الشكل ما يتحركش، ادي وحدي. ثانيا المكان اللي هو فيه لا يمكن تحط كتابه امامه او كتابه معاه او كتابه قصاده في نفس السطور. نحل المشكله دي منين؟ نجي رايح الشكل متحدد اهو، نجي رايح على التفاف النص،
ونخليه مربع الأول. شوف كلمة مربع عامل إيه؟ ممكن نحط نص قصاده يخش النص معاه 100 100 في نفس السطر، مفيش مشكلة. احنا قلنا الأفضل بالنسبة للرسومات نخليها خلف النص، كلمة خلف النص بتبقى 100 100، عشان لو حركتها في أي مكان ما تحركليش النص ولا تأثر فيه. يبقى كان الفيديو بتاعنا فيديو عن الإجابة عن بعض الأسئلة وبعض المشاكل في الوورد. نتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.